استاذ محمد، حملات تنشيط السياحه الداخليه، يعني جات لك الفكره ازاي؟ والله هو الموضوع بقاله دلوقتي 8 سنين. احنا يعني كان موضوع هواية في البداية، وبعد كده ان احنا بدأنا ننمي الهواية دي مع اصدقاء. احنا تيم كامل مش انا لوحدي، هو في معايا يعني مشتركين تانيين، استاذ حسام واستاذ احمد، وفي سادة مرشدين متطوعين لخدمة الناس ان هم يطلعوا يشرحوا مجانا للناس بدون اي مقابل، مرشدين سياحيين متخصصين يعني. فالموضوع جاب ببساطة ان احنا الفترة بتاعت 2011 دي كانت فترة طبعا فيها صعبة. ثورة، وكان بدأت معنا بالأقصر، كنا في الأقصر وأسوان مرة في 2011 2012 آسف يناير 25 يناير 2012، وكانت الدنيا هناك تقريبا ما فيش بشر أصلا، لا أجانب ولا مصريين. الوضع كان سيء جدا، وكان الناس هناك يعني حالهم زي ما بيقولوا يصعب على أي حد، خصوصا الناس الغلابة، يعني الناس اللي هم بيبيعوا الحاجات في الهدايا الصغيرة قوي دي، الناس دول يعني كانوا متضررين جدا جدا، يعني اللي هو كان حالة صعبة. فابتدينا نلاقي إن الناس عندها شغف او عندها حابين يشوفوا بلدهم، وفي نفس الوقت الموضوع هيفيد كل الاطراف، هيفيد ناس كتير، وهيعوض جزء صغير جدا من اللي حصل في البلد يعني، او التضرر السياحه الخارجيه. احنا فعلا عملنا ده يعني، الحمد لله فضل ربنا لقينا جزء كبير جدا. الموضوع خد بقى مجرى تاني خالص، غير ان احنا بنساعد ناس نسينا الموضوع ده اصلا، الموضوع اخد شكل انتماء للبلد، ان في ناس بيحبوا البلد دي وهم ما مش عارفين، في ناس ما كانوش يعرفوا البلد اصلا او يعرفوا، ابتدى حبهم يزيد اكتر لما يتعرفوا على معالمها. ابتدينا في القاهرة هنا بان احنا بننظم حاجات مجانية، بنتجمع في اقرب محطة مترو للأثر ايا كان الأثر ده ايه، بناخد الناس وبنروح، والمرشدين زي ما قلت لحضرتك عجبهم الفكرة. الأول كانوا بيجوا كجست عاديين جدا، وبعد كده ابتدوا ان هم يلاقوا الموضوع بدون اي مد، ما فيهوش اي حاجة مادية، ابتدوا ان هم بقى يتشجعوا يقولوا احنا متطوعين بمجهودنا وبمعلوماتنا ان احنا نقدمها للناس. ابتدى الموضوع يزيد لحد ما وصل، يعني انا فاكر فيه في رحلة للسلطان حسن، يعني لو حضرتك شفت مسجد السلطان صورها حسن. مسجد السلطان حسن، كان عدد المشتركين حوالي 1200، دي كانت مظاهرة تقريبا، يعني يمكن نقول مظاهرة، ونحن دايما نقول عليها حتى مظاهرة في حب مصر يعني. جميل جدا. وكمان يمكن كان في اوقات صعبة جدا في البلد، يعني اوقات مظاهرات واوقات مظاهرات في فئات وكده، احنا كنا يعني كان في ناس فعلا ما بيهمهاش، كان بينزلوا، ودي كانت يمكن رسالة كنا حابين نوصل رسالة ان حتى وفي مظاهرات البلد امان والدنيا كويسة جدا، وان احنا نقدر ننزل نعمل اللي احنا عايزينه ونحقق هدفنا. جميل جدا.